شوفي شو بك؟ شو مبينه من دوسة؟ انت اكيد خسران. ما تضطريني استعمل معك اساليب ثانيه يا بنت. عمون بدك اذا انت فعلا مهتم بمصلحه الطائره بيعني كل شيء وفل. ما عرفتني بحضرتك؟ ما بعرف. شو بتعرفي انت؟ تصور قديش صعبه انك توقف بوجه فشرت برقبتك. كارما ليه ورتك الك من بين كل العالم؟ من الاحد للجمعه بعد الاخبار على الام تي في. شو عملت بحالي؟